بنتكلم على صلاح ثلاث نقط برضو هديله فرصه اخيره، بيريز نقطتين، وبنتكلم مارسيال جاب لي سبع نقط، لو كان عمل اي حاجه ثانيه كنت هكسب حازم. صلاح صلاح تديه فرصه اخيره ممكن تغير صلاح؟ غيره مفيش، انا مش زي كلوب، انا على طول يعني هيهرج هروح مغير. لوكاس مورا انت خدت الحلقه اللي فاتت بتتكلم عليه؟ لا 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 الحلقه اللي فاتت مديك 30 نقطه، الزمالك دي وقت في القاعه. لا لا وكمان مش عاجبني الانترفيو بتاع السي ان ان فهغيره. وعندنا طبعا الناس اللي قدام دي اجويرو تمام، برضو الراجل ده هيريح، فالناس دي كلها بالوايلد كارد هنخش ان شاء الله من اول راوند اللي جاي باذن الله هكسب. لكن خلي بالك انا كسبت في التوقعات ولازم خلي بالك من التوقعات ده، الناس اللي بتفهم انا مالي وانا اللي بلعب على ايوه طبعا بتوقع النتيجه احنا رايحين لها لسه.